القرصنة لها تاريخ طويل مع عالم الألعاب، بحيث قام الكثير من المقرصنين باختراق أجهزة وبرمجيات ألعاب، وبالتالي إنشاء نسخ من الألعاب الأصلية ونشرها في الأسواق بطرق غير قانونية. بعض الأحيان يتم تهكير أجهزة الألعاب بغرض إضافة خصائص إضافية فيها أو غيرها من الأفكار بشكل أكيد غير مصرح من قبل الشركة المالكة. شركات الألعاب دفاعا عن حقوقها خاضت حرب ضارية ضد المقرصنين وحاربتهم على مر التاريخ عبر طرق عديدة. في هذا الفيديو بنعرض لكم أبرز مراحل هذه المعركة الطويلة والمستمرة. السبعينات وأول محاولة قرصنة. في السبعينات كان في جهاز كمبيوتر اسمه Altair 8800، ومايكروسوفت طورت نظام فيه اسمه Altair Basic، وكان يستخدم الأوراق المثقوبة لحفظ المعلومات عليه. وفي شخص اكتشف طريقة من خلالها ينسخ الأوراق والثقوب وبيعها بسعر أرخص من سعر السوق، وطبعا انتشرت العملية بين مجموعة هواه باسم Homebrew Computer Club. وبيل جيتس بنفسه وجه لهم خطاب يقول فيه ان الجهاز الفعلي لازم يتم دفع ثمنه، لكن السوفتوير هو حاجه صممت للمشاركه. مين بيهتم اذا كانوا الناس اللي تعبوا في برمجه السوفتوير ما تجيهم فلوس؟ طبعا واضح من خطابه انه كان مستاء واستخدم الاسلوب التهكمي فيه. وفي الفتره هذه ايضا انتشرت طرق جديده لقرصنه البرامج والالعاب اللي كانت تتخزن على هيئه شريط مسجل كاسيت، وكل اللي يحتاجونه هو نسخ الشريط وتتم عمليه القرصنه. في اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات صدر أول نظام حماية موثوق يستخدم على أقرص المرنة ويعرف باسم On Disk Copy Protection أو Key Disks. وفكرة عمله أنه كان أثناء عملية تصنيع القرص المرن يتم وضع علامة بين البيانات الموجودة في القرص واللي راح يقراها جهاز الكمبيوتر ويتأكد أنها موجودة، وبعدها يتم السماح بتشغيل القرص. في البداية كانت تستخدم في برامج مختلفة مثل Lotus 1-2-3، وأول لعبة وضعت نظام الحماية هذا كانت لعبة Microsoft Adventure، ومن اسمها كانت لعبة مغامرات من تطوير مايكروسوفت. مع مرور الوقت وضحت عيوب هذا النظام واللي تضرر من الناس اللي اشتروا النسخة الأصلية، بحيث كان القرص المرن سريع التلف ولا يقدرون ينسخون نسخة احتياطية له، وهذا أدى إلى رفع شكاوي من الناس على الشركات. عشان كذا قرروا أنهم يبتكرون طريقة جديدة في التصدي للقرصنة واللي تعرف باسم Off Disk Copy Protection. وفكرتها أنك تحتاج البحث عن كلمات معينة تكون موجودة في الكتيب اللي تجمع اللعبة وتكتبها لما يطلب منك. أبرز الأمثلة كانت لعبة علاء الدين، وبعدها تم ابتكار طريقة جديدة باستخدام كود ويل واللي اشتهرت فيه ألعاب لوكاس أرتس وبالذات لعبة مونكي آيلاند. فكرتها كانت في قرص يجي مع اللعبة وعليه وجيه قراصنة مختلفة وأرقام ومعلومات، وكل ما تشغل اللعبة راح تسألك عن رقم معين ولازم تحط القرص على الرقم وتكتب المعلومات اللي تطلع لك. وبعدها أطلعت طرق ثانية كثيرة غيرها، بس في طريقة تعتبر الأكثر ابتكارا وهي تعرف باسم اللينز لوك. وفكرتها ان كل لعبة تصدر يرفقون معاها في العلبة قطعة بلاستيكية وفيها زجاج مموج في المنتصف، وطريقة استخدامها هي ان على شاشة الكمبيوتر راح تطلع لك رموز غريبة لما تشغل اللعبة، ولازم تحط العدسة الزجاجية فوقها ومن خلالها بتتضح معاني الرموز، وبيظلك بدالها كلمات تكتبها عشان تشتغل اللعبة. النظام هذا جدا صعب انه يتقرصن، لكن مشاكله كانت كثيرة. اول مشكلة كانت ان كل لعبة لازم يرفق معها قطعة بلاستيكية مع تموج زجاجي خاص فيها، واحيانا كثير يرفقوا قطعة خاصة بلعبة ثانية بالغلط. والمشكلة الاخرى هي اذا عندك كان تلفزيون كبير ما راح تقدر تستخدم القطعة بسهولة. وبعدها ابتكروا قطعة دونجلز تجي مع اللعبة وتركبها في جهاز الكمبيوتر عن طريق منفذ الطابعة او المنافذ الخارجية الثانية، وما تشتغل اللعبة من غير وجود القطعة في الجهاز نفسه. وبعد صدور السيديات ابتكروا طريقة الرقم التسلسلي، وبكل بساطة كانت عبارة عن رقم يكون مطبوع على غلاف اللعبة من الخلف او داخل الكتيب، وعليك تسويه هو انك تكتب هذا الرقم التسلسلي اثناء عملية تنصيب البرنامج او اللعبة لأول مرة وراح تشتغل معك. وهذه الطريقة استمرت لفترة طويلة تستخدم وكانت من اكثر انتشارا، ويمكن كثير منكم خصوصا اللي يلعب العاب البي سي مرت عليه هذه الطريقة. والان خلونا ننتقل الى العاب الكونسل او الاجهزة المنزلية، وراح نبدا مع جهاز النتندو او العائلة. كانت الالعاب وقتها تصدر على هيئة اشرطة وداخلها يكون في شريحة حماية مدمجة، وهذا كان يخلي صعب جدا ان الالعاب تتقرصن، وتصنيع الأشرطة كان يكلف كثير خصوصا ان المطور لازم يدفع لشركة نينتندو رسوم ترخيص وتصنيع للعبته. لكن كانت في شركة امريكية اسمها تنجن وهي تابعة الى شركة اتاري المعروفة، قدرت ان تسوي هندسة عكسية لقطعة الحماية الخاصة بنينتندو، وقدرت ان تصنع أشرطة خاصة فيها تكون فيها العاب من تطويرها لكن غير مرخصة من نينتندو. وحاولت نينتندو تحاربها في المحاكم لكن خسرت القضية بحجة أن تنجن ما سرقت الشريحة وإنما صنعت شريحة أخرى من نفسها. واستمر الأمر إلى عصر ألعاب بسوبر نينتندو والسيجا ميجا درايف، بحيث صارت شركات كثيرة تصنع أشرطة منسوخة تكون فيها أكثر من لعبة.
وظهر ايضا جهاز يتم تركيبه على فتحه ادخال الشريط في السوبر نتندو ويتيح لك نسخ الالعاب على الاقراص المرنه او الفلوبي ديسك. وبعد ما وصلنا لعصر العاب السي دي بدايه من البلاي ستيشن الاول، كانت القرصنه عباره عن وضع قطعه داخل الجهاز يتم تشغيل الالعاب المنسوخه من خلالها، وايضا كانت تستخدم لتشغيل العاب المناطق الاخرى مثل الالعاب اليابانيه في الجهاز الامريكي. واستمر هذا الاسلوب في القرصنه عبر القطع الى نهايه بلاي ستيشن 2. اما في بلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن فيتا ظهرت اساليب قرصنه جديده، وطلع شيء اسمه CFW او كاستم فيرموير، هو عباره عن نظام تشغيل مخصص يتم برمجته عن طريق تعديل نظام التشغيل الاصلي للجهاز مع اضافه خصائص جديده فيه. واحده من هذه الخصائص هي تشغيل الالعاب المنسوخه. طبعا نزل منه اكثر من نسخه، في البدايه كان لازم تستخدم قطعه خارجيه تركبها في بلاي ستيشن 3، وبعدها تطور النظام الى هن او هومبرو انيبلر، وما صار يحتاج اي قطعه خارجيه لتشغيل الالعاب المنسوخه. نفس الشيء لجهاز نينتندو وي، في البدايه نزل قطعه تركب عليه وبعدها صارت القرصنه عن طريق الهومبرو. والطريقه الوحيده اللي كانت لمكافحه هذا الامر هي باصدار تحديثات لنظام الجهاز، وراح تعطل عمل القطعه واي تعديل حصل على النظام، وايضا يفرض على المستخدم انه يكون شابك اونلاين لو بيلعب العابه في الشبكه، وعشان يشبك اونلاين لازم يكون محدث النظام الى اخر تحديث ويقدر يدخل متجر بلاي ستيشن الرقمي. والان ننتقل لجهاز الاكس بوكس 360، وسبب ان فصلناه عن باقي اجهزه الكونسول هو ان في طريقه القرصنه فيه كانت مثيره للاهتمام، ما كان يحتاج تركب عليه قطعه ولا كان عليك انك تغير نظام التشغيل في الجهاز. الطريقه كانت انك تغير في اعدادات السي دي روم نفسها او قارئ الاقراص عن طريق توصيل سلك الى البي سي، وتستخدم الطريقه نفسها في نسخ الالعاب الاصليه. وبعدها ابتكروا طريقه احدث لتشغيل الالعاب المقرصنه مباشره عن طريق الهارد ديسك ونظام التشغيل. وطرق مكافحة القرصنة في الاكس بوكس كانت تعتمد على حظر الجهاز الفعلي بحيث تمنع من الدخول في شبكة الاكس بوكس لايف الى الابد. العاب الاكس بوكس القوية مثل هيلو 3 كانت تعتمد اعتماد كلي على الشبكة. واجهزة الجيل الحالي تمت قرصنتها ايضا. بلاي ستيشن 4 نفس نظام بلاي ستيشن 3 من ناحية استخدام الكاستم فيرموير، اما نتندو سويتش فيختلف بحيث تحتاج في البداية لان تضع في الجهاز في وضع الريكفري، وبعدها يحتاج انك تستخدم اداة عشان تضغط على البن العاشر في الجويكون، وتستخدم الكاستم فيرموير في تغيير النظام. طبعا العمليه خطيره جدا، واحتمال كبير تعدم جهاز نينتندو سويتش وراح يجيك حظر من نينتندو. اما جهاز الاكس بوكس 1 لم تتم فك شفره الجهاز من القراصنه الى اليوم، وهذا انتصار قوي الى مايكروسوفت. الان نكون مرينا على اغلب مراحل عصور القرصنه، لكن في امور مهمه لازم نذكرها قبل ما نختم هذا الفيديو. هذه الايام صار صعب جدا انتشار قرصنه الاجهزه بشكل مشابه للماضي. يعود هذا الشيء لعدة أسباب، من أهمها وجود أنظمة جديدة تطبق رقابة شديدة على محاولة بيع الألعاب المنسوخة أو المقرصنة، وهذا يشمل طبعا مداهمة المحلات التجارية وتفتيشها المستمر، وأيضا نشوف معركة كبيرة ضد مواقع التورنت والتحميل وقفالها وحجبها أحيانا، وأيضا القبض على مشغليها. وما ننسى في بعض الدول ممكن يتم الوصول لك كمستخدم في حال شافوا عندك استخدام مشبوه لمواقع التورنت وغيرها. وبكذا نوصل للختام، نتمنى تكون استفدتوا وعرفتوا تاريخ القرصنة في عالم الألعاب. لا تبخلوا علينا كالعادة باللايك والاشتراك في القناة. كان معكم بعد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.